ردينا لكم مشاهدينا من عقب الفاصل وبعد ما شفنا الفيلم وبعد ما خلصنا حوارنا مع مخرجة عمل حمامة نجوم الغانم وأكيد اللي كان بإنتاج مشترك بينها وبين المنتج وسيناريست الفيلم نفسه خالد البدور. وصلنا لهاي الفقرة واللي موجود فيها معنا ضيفنا الثالث في حلقتنا لهذا اليوم أكيد ألا هو حمد سيف الريامي المخرج والناقد السينمائي. حياك الله. الله يحييك أستاذي، ما قصرت وشكرا جزيلا على هذا اللقاء وشكرا جزيلا على هذا البرنامج اللي نحن ننتظره دائما أبدا على شاشاتنا المحلية، ونتمنى أن يكون على الشاشات العربية والعالمية لأن السينما الإماراتية تحتاج إلى الدعم مش فقط في مجال الخريطة المحلية، لا أيضا في دول العالم، لأن صدق السينما الإماراتية يقولوا عليها أنها تمشي في البداية لكن هي لا الحين بدأت بخطوات مهمة وثابتة إن شاء الله تتطور أكثر وأكثر. دائما نتكلم بداية عن السينما الإماراتية وعن الأفلام الإماراتية، مدى اطلاعك على هاي الأفلام بشكل عام؟ والله يا أخوي أنا الأفلام الإماراتية أتابعها من أيام نقدر نقول فيلم عابر سبيلي اللي نزل في أعتقد في سنة 88. نعم. فيلم تسجيلي أو فيلم تلفزيوني عفوا، كان يسمونه فيلم تلفزيوني ذيك الأيام. نعم. لأنه كان يعرض على كاسيت VHS. طبعا الأفلام الإماراتية بدأت بداية نوعا ما بسيطة على حسب الإمكانيات المتوفرة لدى أصحاب العمل. جميل. فشفنا أعمال عن طريق الفيديو كاسيت اللي هو VHS، من بعدها دخلنا في مجال الأفلام القصيرة وصار الحمد لله احتضان لهذه الأعمال عن طريق مهرجان مسابقة أفلام الإمارات في أبو ظبي في المجمع الثقافي آنذاك. وأول بداية كان في 2001 طبعا بمساعدة أو باهتمام الأستاذ مسعود أمر الله، ومن بعدها بدأت الأفلام تزخر وتطلع، ولين ما البذرة هذه اللي هي كانت من عدد 1 و4 صاروا 40 صناع الأفلام، ومن 40 طلعوا تقريبا أكثر من 5 أو 7 مخرجين متواصلين في العمل ليومك هذا. نشوف منهم 10 مخرجين يعملون أفلام سواء كانت تجارية في السينمات أو سواء أفلام فنية لتعرض في المهرجانات. نعم، بما أنك ذكرت مخرجين وذكرنا أفلام إماراتية لابد أن نتناقش عن الفيلم اللي عرضناه خلال حلقتنا لهذا اليوم اللي هو فيلم حمامة اللي كان من إخراج نجوم الغانم وإنتاج مشترك بينها وبين خالد البدور. نعم. فيلم حمامة بشكل عام من وجهة نظرك خلنا نقول كناقد فني، شو رأيك في الفيلم؟ أولاً طبعاً بس أوضح للمشاهدين أن في ناس من المشاهدين يشوفون أفلام مثل هذه النوعية يقولون عليها أفلام تسجيلية تصلح فقط أن تكون مجرد معلومات عامة ثقافة أو تقرير. هو لا، هذا ديكو دراما بالمصطلح السينمائي، أي معناته أنه هو فيلم سينمائي وثائقي أو فيلم سينمائي تسجيلي يتكلم عن الإنسان ولا يتكلم عن العمل الذي يعمله هذا الإنسان كمهنة. يعني أنا بروح أسوي تقرير صحفي عن حمامة الله يطول بعمرها، بقول حمامة تقدم طب الشعب البديل والوسم وغير وغير، فأنا هنا خلاص ضعت. لا، أنا هنا قاعد أقول حمامة شو تسوي في حياتها أصلا وشو هي متطلباتها في هذه الحياة وشو هي آمالها وأحلامها، فهذا هو العمل الإنساني. يعني سينما إنسان كانت موجودة في هذا العمل، وما شاء الله عليها الأستاذة نجوم الغانم بدعت في هذه النوعية من الأعمال لدرجة أنها أصبحت براند معروف في الإمارات كمخرجة سينمائية للأفلام تسجيلة، لدرجة أننا نحن نروح مهرجانات سواء كان مهرجان دبي السينمائي. نعم. أو أيام الإمارات نقول أوه نجوم الغانم أكيد فيلم تسجيل، وخلاص عارفين أنها بتسوي فيلم تسجيلي وعارفين راح تتكلم عن إنسان من الشخصيات الموجودة في بلدنا في الإمارات. نعم، يمكن أنت ذكرت أن نجوم الغانم معروفة بطريقة أو ستايل معين بإخراج الأفلام، ما تشوف هذا يمكن يأثر أن بعد فترة يصبح الموضوع يمكن ممل للمشاهد؟ أوكي. أن المخرج أو الفنان يتبع نفس الأسلوب دائما؟ نعم. ثق وآمن، السينما دائما هي مخلدة. نعم. أي فيلم عمل سينمائي يكون عمل يعني له أبعاد. نعم. مهمة مثل حمامة، كان الحين ندخل على حمامة نتكلم. أي. عن حمامة. نعم. يعني اللي بيشوف حمامة الحين هو أصلا عرض في سنة 2010 على ما أعتقد. نعم. ونحن في 2023 يعني 13 سنة راح يعيش الشخصيات اللي موجودة في الفيلم. هي. ما راح يركز يقول حمامة عايشة ولا ميتة، الشخصيات اللي موجودة في هذا العمل وينهم موجودين الحين ولا شو السالفة. لا، بيركز على الفيلم نفسه انه قاعد يشوف اللحظة هذه. لو كان هذا مثلا فيلم يوتيوب ولا كان سكتش بسيط ولا شيء، نعم قاعد نركز على تاريخ وهذا، فمعناته شو
إلى الآن الفيلم يتشاهد وأنتم قناتكم عرضت هذا الفيلم الآن، فمعناته أن الناس تبى تشوف هذا العمل، تبى تشوف شو يعني المخرجين أو صناع السينما الإماراتية شو قاعد يقدمون لنا. نعم. فلذلك السينما مخلدة تعيش. نتكلم عن حمامة أكثر من ناحية فنية وإخراجية، خلنا نقول بعين مخرج هاي المرة وعين ناقد فني أيضا، شو رأيك؟ اولا طبعا الاستاذ نجوم والاستاذ البدور يعني طبعا قاموا بعمل مهم، عمل انساني، وايضا في نفس الوقت نجوم عملت شيء هي تريد تعمله. اوكي، هذا هو نمطها هي. نعم. هذا النمط الافلام اللي تحبه، وتجيب شخصيات من الواقع الاماراتي. نعم. سواء كان شخصيه نسائيه او شخصيه ذكوريه. نعم. فالمضمون يعني السينمائي نوعا ما نقدر نقول عليه شويه مفقود. لماذا؟ السبب ممكن ما في ترتيب للسيناريو واضح، لأن الشخصية اللي أمامك شخصية شوية صعبة، حمامة إنسانة كبيرة في العمر، عمرها 90 سنة في الفيلم. نعم. وهي أصلا مش متعودة على هالأجواء، متعودة فقط أن التلفزيون يجي عنده ويعمل لقاء ويطلع، فهي حاطة في بالها أن التلفزيون، لدرجة حتى في العمل على بالها اللي جاوا عندها ناس من التلفزيون. نعم. أنا أقدر أخذ منها المشاهد اللي أباها في الدوك الدراما، اعمل لي شويه هذه اللقطه. نعم. فما قادر العمل انه يكون شويه ملفت. نعم. ومجذب للمشاهد. نعم. كيف شفت السيناريو؟ مثل ما قلت لك يفتخر كان فقط على عندي معينه واشغلها، يعني مثلا. نعم. الفيلم فيه ماستر سين، هو عفوا مش فيلم تسجيلي. نعم. بس بعد انا اريد ماستر سين، اجواء العمل تغير عندي الموضوع خلاص، الحين حمامه بهذه الحياه اللي هي عايشتها حمامه. فلذلك مثل ما ما خرب على العمل، العمل ظل لحد النهاية عفوية كان جميلة. يعني يمكن العمل وصل خلنا نقول بعفو، من ناحية إن مثل ما ركزت على اللقطة، كيف ممكن كانوا يصورون العمل بطريقة أفضل؟ أستاذي العمل هذا يمتصور كانت في أكيد بهذه الطريقة. نعم. الظروف هذه الشخصية الرئيسية هي حمامة. أيوة. اللي عمرها 90 سنة، اللي هي بدلنا الشخصية تتقمص دور حمامة. ممكن لا يخلوا العمل ممكن يصير فيه ماستر سين، ممكن يصير فيه بعض اللقطات. الشيء كان يباله عمل أكثر، يباله استاف أكبر. نعم. احترامي للأستاذ خالد بدور اللي هو كاتب، واحترامي الشديد يكونوا ناس معاهم عشان يعني يعملون تدريبات. إذا ما عملوا الورش يعني هذه شوية كانت بتساعدهم أكثر قبل تصوير هذا العمل، على أساس نحن رايحين عند وحدة شو نقدر نطلع منها. نعم. أسوي ستوري بورد، ومن ستوري بورد أطلع أشياء تخلي العمل هذا أكثر انجذاب وأكثر جذاب. لكن بعد يقول في نهاية الأمر العمل جات بهذه الظروف فهو عمل جيد جدا صراحة. نعم. تطري ورش لطاقم العمل. نعم. ذكرت الأستاذة نجوم الغانم في لقائنا معها قبل شوي أن تم اختيار النخبة، يمكن خلينا نقول من الناس اللي يشتغلون في الوسط الفني. هل تعتقد أن رغم خبرة الشخص ما زال يحتاج لورشة لكل عمل يعمل عليه؟ طبعا. الورشة تتكلم عن شو تقريبا؟ خلينا نقول يعني الورش اللي هي مثلا أنا قلت لك أعطيك مثال ستوري بورد. في أعمال سينمائية البري برودكشن اللي هو قبل التصوير تاخذ يمكن مو بسنه، تاخذ يمكن 5 سنين. أيوة. قبل واثناء التصوير يمكن تاخذ شهور. نعم. هذا هو العمل الاساسي اللي هو نحن نفتقده نوعا ما في السينما الاماراتيه، مش موجود. لكن هذه الظروف شو نسوي يعني؟ الحين مرات نحن محتاجين نخلص الفيلم في وقته، وفي اعمال يعني ممكن سبحان الله يعني البري برودكشن يكون اقل من سنه ويطلع لك فيلم جميل يعني. نعم. ليش؟ ان الظروف جات لصالح العمل. هذا العمل الظروف جات لصالحه بالرغم من الإمكانيات، بالرغم من التصوير اللي كان في هذيك الفترة، بالرغم من وجود حمام اللي هي ما تتقبل وجود كاميرا أمامها وسينما وغيرها. كله بالرغم ذلك أنا كشخص قاعد أشوف فيلم عشت حمامة، فما دام عشت حمامة فأنا يعني الفيلم نوعا ما بشكل كبير يعني غلبني أو خلاني نجح في مشاهدتي له. نعم. يمكن الحين في الوسط الفني أو خلنا نقول في المعاهد الفنية أو الناس اللي يدرسون يمكن تخصصات إخراجية، أو خلنا نقول الناس اللي موجودين في مجال العمل السينمائي ككل سواء كانوا طلاب أو خبراء حتى في هذا المجال، ممكن أن مجموعة كبيرة منهم يعرفون فيلم حمامة، لكن إذا نزلنا في الشارع خلنا نقول، نزلنا عند الناس، نزلنا عند الأفراد في المجتمع اللي ما لهم علاقة في هذا المجال، يمكن خلنا نقول تسأل فيلم حمامة، الفيلم مو معروف، شو السبب تتوقع؟ كيف ممكن كان اني شو خلينا نقول شو الشيء اللي المفروض كان يضاف علشان هذا الفيلم يلاقي شهرة اكثر؟ نعم والله نحن في زمن جدا صعب يا اخوي.
استاذي ترى الحين حتى الافلام المشهوره نعم. في افلام مشهوره يعني نعم. شهرتها بالبوكس اوفيس معروف، في ناس ما تعرف عنها شيء، والسبب ان احنا عايشين في زمن تكنولوجي مخيف صراحه بالنسبه لي. هو ضد السينما هذا الزمن، انا اشوفه وايد يعني، خاصه نحن في زمن الستوري الحين، الستوري ابو 10 ثواني او 15 ثانيه ينسيك ان حتى كيف تكتب سيناريو للفيلم او شو هو السينما وغيره. فانت الحين تسالني عن فيلم ديكو دراما وهو مستقل ومش معروض في دور الارض، وقلما الناس قرت في الجرايد عنه، او قلما الناس تذهب الى مهرجانات لتشاهد هذه الاعمال. فهذا الشيء صعب جدا ان اقدر اوصل، هي بالها شغل سنين طويله يعني على اساس انه يوصل هذا الموضوع. وانا ما قاعد اقول لك حتى السينما الفرنسيه، امريكيه، هنديه، ايرانيه، اذا عندهم افلام مستقله مستحيل ان كل الناس تعرف عنه. نعم، الناس اللي في المجال يعرفون عنه، انا وانت نعرفه، المخرج يعرفه وغيره يعرفه، بس قليل تحصلها. نعم، يمكن أخوي حمد لو نتكلم عن مجال صناعة الأفلام لابد أن يفتقر لشيء، من وجهة نظرك إلى ماذا يفتقر مجال صناعة الأفلام عندنا هني؟ يفتقر إلى عامل مهم جدا ألا وهو الإنتاج. أي نعم، الإنتاج موجود في بعض الأماكن، لكن هذا الإنتاج يعني موجود فقط لأعمال معينة. نعم، ليش ما يكون لكل الأعمال؟ أي نعم، ما في يعني يمكن مردود في البداية، لكن ما في مانع المردود يجي بعدين. المقصود من أعمال معينة يعني أعمال يعني الجمهور، مثل ما يقولون في مثل في أمريكا شخصيات معينة يعني. لا 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 لا، أنا قصدي الأفكار معينة يعني، أفكار. في يقول لك جمهور عاوز كذا، وأنا ما ألوم المخرجين الإماراتيين ولا صناع السينما الإماراتية الأعمال اللي قاعد تتكرر عندهم. نعم. لأن الجمهور يبى هذا الشيء، وإذا عملوا شيء مغاير راح يخسرون. ليش ما يكون في حد ماسك يدهم يقول يلا عمل اللي تريده، وأنا متأكد عندنا مخرجين ما شاء الله خامة قوية وعارفة شو تعمل. يبون يعملون أفكارهم، يبون يعملون قصصهم. نعم، خلي ينشرون قصصهم، قصة بعد قصة أكيد الجمهور راح يتقبلها. ما في ما في مشاهد الحين ما يشوف نتفليكس، ما في مشاهد ما يشوف أفلام أخرى أو أفلام كورية حتى أو أفلام إيرانية أو أفلام هندية، ما في مشاهد. فيهم يشوفون يعرفون في قصص كثيرة. ما إحنا ليش نعتمد على فكرة معينة، فكرة واحدة ولا فكرتين، أكشن وكوميدي، كوميدي أكشن ولا رعب؟ لا، نحاول ننوع ونخلي الأفلام هذه أيضا يكون لها نافذة مهمة في السينما الإماراتية. نعم، سؤالي الأخير لك. نعم. تقييمك العام لفيلم حمامة فيلم خمسة خلنا نقول. أنا شوف ما أرد أقيم هذا الفيلم، لأن في أفلام صراحة ما أحب أقيمها مثل فيلم حمامة، لكن لمطلب البرنامج وهذا أنا أشوف على ظروف العمل. نعم. على اللي صار في العمل وعلى وقتنا هذا، والفيلم قدر يخلينا أشوفه لحد النهاية، فهو يستحق صراحة 3.5 من 5، أنا أعطيه من 5. وعلى ذيك الأيام ممكن أيضا كان يستحق نفس العلامة أنا أشوفها، وهو صراحة فيلم مستقل، فيلم يعني مختلف وليس فيلم درامي، فيلم ديكو دراما يا جماعة الخير. المخرج والناقد السينمائي حمد سيف الريامي، كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم، كنا سعيدين بهاي الاستضافة. جزاك الله خير. شكرا لك. مشاهدينا بشي احنا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي ونوعدكم بفيلم جديد وحلقة رائعة، خلكم ويانا، تابعونا.